مختصر الأخبار. حياكم الله، أهلا بكم إلى مختصر الأخبار. بشرى أمل، 26 حالة هو عدد حالات الشفاء الجديدة من فيروس كورونا التي أعلنت عنها وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 56. هذا وسجلت الوزارة أيضا تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابة المؤكدة إلى 761 حالة. مجلس جهة درعة فيلالت يقرر تخصيص اعتماد مالي قدره 10 مليار سنتيم موزع بشكل عادل بين الأقاليم الخمسة للجهة لدعم الجهود الرامية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا. باحثون مغاربة تمكنوا من تصميم وصنع أجهزة تنفس اصطناعية يمكنها العمل لمدة 3000 ساعة، وصنع أجهزة قياس حرارة لتزويد المستشفيات التي تكافح فيروس كورونا. وكالة التنمية الرقمية تطلق عدة مبادرات رقمية لتشجيع وتيسير العمل عن بعد بالإدارات المغربية، من بين المبادرات الخدمة الإلكترونية للمراسلة الإدارية التي تسمح للإدارات بمعالجة المراسلة آلياً. في الصين، السلطات تحذر على لسان المتحدث باسم لجنتها الوطنية الصحية اليوم الجمعة من خطر تفشي جديد لفيروس كورونا بسبب استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة الوافدة من الخارج. نهاية المختصر، إلى اللقاء. مختصر الأخبار.